السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حييكم عاصم منصور من شركة أوربكس حصانات المنتدبين المصرية في النظرة اليومية للأسواق اليوم 20 مايو 2019. أبدأ معاكم مؤشر الدولار الأمريكي اللي حاليا مستقر تداولاته عند مستوى مقاومة مهم جدا وهو مستوى 98، ولا تزال النظرة حيادية قائمة مع استقرار التداولات بين المستوى 98 وخط الاتجاه الصاعد على الإطار الزمني اليومي كما هو موضح على الرسم البياني، ولا تزال حدة الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين مشتدة، وهذا ما سوف يؤثر على الأسواق بتقلبات قوية خاصة مع صدور أي أنباء متعلقة بتغيير الحكومة الصينية سياستها المالية أو النقدية فيما يتعلق بقيمة اليوان الصيني أو ضخها المزيد من السيولة النقدية من خلال تغيير سياستها النقدية بشأن الاحتياطي اللزامي للبنوك، وهو ما سيؤثر بقوة على تغير موازين التجارة ما بين الولايات المتحدة والصين والنمو العالمي بشكل عام. يفضل استغلال ارتفاعات الدولار قرب زي مستوى البيع على المدى القصير، اما في حال اختراق هذا المستوى المتوقع ان نشهد المزيد من الارتفاعات، اما في حال فشل مؤشر الدولار في كسر هذا المستوى المتوقع ان يعود للتراجع مره اخرى الى مستوى 97.04 ومنه الى خط الاتجاه الصاعد على الاطار الزمني اليومي. ننتقل إلى تداولات اليورو دولار، تستقر حاليا تداولاته عند المستوى 1.1157 قرب القاع المتكون يوم 3/5/2019، ولهذا من المتوقع أن يشهد بعض التصحيح الصاعد، ولكن بشكل عام لا تزال النظرة السلبية قائمة مع استقرار التداولات أسفل المستوى 1.1180، وفي حال كسر المستوى 1.1150 متوقع أن يستمر التراجع إلى المستوى 1.1135، ويتحدد هذا السيناريو باتجاه مؤشر الدولار الأمريكي الموضح منذ قليل. بينما تستقر حاليا تداولات مؤشر تداولات الزوج الاسترليني دولار عند المستوى 1.2745 دون القاع المتكون يوم 12/2/2019، وهو ما يدعم النظرة السلبية على المدى المتوسط باستهداف المستوى 1.2665، وهذا ما أكدنا عليه بعد كسر القاع المتكون يوم 24/4. سجل الاسترليني دولار المزيد من الهبوط مع حالة غموض السياسي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفقدان ثقة الأسواق في قدرة تريزا مي في التواصل والاتفاق مع حزب المعارضين حزب العمال. بشكل عام تظل النظرة السلبية للتداولات الاسترليني دولار وتتحول فقط إلى النظرة الحالية مع في حال الإغلاق اليومي أعلى المستوى 1.28. بينما تداولات الذهب عادت تداولات الذهب للتداول أسفل مستوى 1300 مرة أخرى، وقد أشرت في الفيديوهات السابقة بأن المستويات عند 1300 أو 1305 هي مستويات مرتفعة قد يعود الذهب منها للتراجع، وتظل النظرة الحيادية إلى السلبية قائمة مع استقرار تداولات 1310. لا يمكن الجزم بأن الذهب سيشهد المزيد من الارتفاع إلا في حال استقرار تداولاته أعلى المستوى 1310. المستويات الحالية تدعم المزيد من التراجع إلى المستويات 1266 دولار الأوقية، وفي حال كسرها المتوقع أن يستمر التراجع إلى 1250 دولار الأوقية. ننتقل إلى تداولات الداو جونز، تستقر حاليا تداولاته عند المستوى 25770 أعلى مستوى الدعم 25200، وهذه الحركة السعرية تشير إلى أن النطاق الحيادي مستمر، وفي حال تراجع المؤشر الداو من هذه المستويات مكونا الكتف الأيمن لنموذج رأس الكتفين المتكون على إطار الزمن اليومي وتم كسر المستوى 25000، متوقع أن نشهد المزيد من التراجع القوي إلى المستويات 24000 خلال الأيام القادمة. بالنسبة لتداولات أسعار النفط، تستقر حاليا تداولات عند المستوى 63 دولار للبرميل، وتظل النظرة السلبية قائمة في مع فشل الأسعار في كسر مستوى 64 دولار للبرميل، متوقع أن يتم استهداف مستويات 62.67 دولار للبرميل ومنه إلى مستويات 60 دولار للبرميل. تتحول النظرة السلبية على المدى المتوسط في حال إغلاق الأسبوع فقط أسفل مستوى 60 دولار للبرميل، خلاف ذلك تبقى النظرة الحيادية باستقرار التداولات بين المستوى 60 دولار للبرميل والمستوى 64 دولار للبرميل. كانت هذه نظرة سريعة للأسواق، تمنيت لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.